طيب، هو المبادره الرئاسيه الكريمه لفخامه رئيس الجمهوريه، احنا بدانا نشتغل في محافظه اسيوط في 19 20، ودي كانت المرحله الاولى، وتم تنفيذ العديد من المشاريع، وكلها مشاريع بتخدم البنيه التحتيه في ال 11 مركز، في ال 11 مركز باجمالي 60 قريه. ثم بدات المرحله الثانيه، ودي شملت 90 قرية، برضو بعض المشاريع، بقول بعض المشاريع دي المرحلة الثانية اللي هي كانت 2021. ثم فخمته مبادرته في تطوير بقى الريف المصري بالكامل، فكان نصيب محافظة أسيوط 7 مراكز من ال 11. ال 11 دول احنا اشتغلنا مرحلة أولى ومرحلة ثانية، 150 قرية في المرحلتين. تمام يا فندم، لكن في تطوير الريف المصري نعم. كان 7 مراكز، 7 مراكز يشملوا 149 قرية. يعني يا فندم أسيوط كده وحدها في المرحلة الأولى والثانية 60 قرية زائد 90 150، في المرحلة الحالية 149، بنتكلم على 299 قرية في أسيوط وحدها. طيب أوضح بس حاجة، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أنا زي ما قلت لسيادتك شملت بعض المشاريع، يعني بنية تحتية، صرف صحي، مشروع مركز شباب، بنية تعليمية وما ذلك، وحدات صحية. يعني مثلا في المرحلة الأولى احنا عملنا 27 وحدة صحية على مستوى ال 11 مركز. انا ليه بس بحب ان اقول الموضوع ده، ان المرحلة المرحلة الثانية من حياة كريمة الأهالينا في المحافظة استفادوا من بعض المشاريع. تمام. لكن لما نيجي نتكلم في التطوير، تطوير الريف المصري اللي هي المبادرة الرئاسية برضه الحياة كريمة لفخامة رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري، فدي شملت 7 مراكز من 11 مركز بإجمالي 149 قرية، دول اللي بتعمل فيهم بالكامل كل المشاريع اللي القرية محتاجاها، وكل المشاريع اللي بتخدم على أهالينا من بنية تحتية، من مجمعات زراعية، من مجمعات خدمات، من أبنية تعليمية، من مراكز شباب، من صرف صحي، من مية، كل المشاريع اللي حضرتك بتخدم على أهالينا، من اتصالات، من كهرباء، كل هذه المشاريع. والأربع مراكز المتبقية من 11 ده في المرحلة الثانية اللي هي 21-22. الثانية والثالثة بإذن الله. تمام يا فندم، تمام كده. وبالتالي هتشمل 11 مركز في أسيوط عبر المراحل الحياة كريمة الثلاثة، هتشملهم المبادرة بكل ما تعنيه من إعادة إنشاء وإعادة يعني بناء لكل شيء في هذه القرى. بإذن الله تعالى. وده اللي عايز أدي برضو يعني نبذة كده بسيطة عن المشاريع اللي بتتم. احنا بننفذ حاليا في الـ7 مشاريع بما يقارب 800 مشروع، 800 مشروع من كل المشاريع اللي حضرتك تخدم على أهالينا في البنية التحتية. يعني مثلا هدي مثلا مشاريع الصرف الصحي، وده موضوع مهم جدا جدا لأهالينا. احنا حاليا جاري التنفيذ 153 مشروع صرف صحي بإجمالي، منهم 9 محطات معالجة بإجمالي مبلغ يعني يقارب ال 15 مليار جنيه مصري. بتكلم في صرف صحي في الـ7 مراكز في ال 149 قرية. المشاريع طبعا ساعتك تعلم ان حاف عندي دي معالي الوزير بعد اذن حضرتك. القرى دي عشان الناس تعرف الوضع اللي احنا منطلقين منه، احنا بنتكلم على 153 مشروع صرف صحي في 149 قرية. حال الصرف الصحي في هذه القرى قبل المشروع ايه؟ كم في المية في محافظة أسيوط كان في صرف صحي اصلا، وهيبقوا كم في المية بعد هذا التنفيذ؟ يعني طبعا النسبة لا تقارن اطلاقا. نسبة الصرف الصحي كانت في المحافظة كلها بصفة عامة يمكن تجي 12%، لان انا بتكلم دخلت انا كده المدن طبعا. لكن مع التطوير ومع المشاريع اللي انا اشرت ليها سيادتك، يعني باذن الله تعالى باذن الله بقارب ال 85 90% من محافظه اسيوط مدن وقرى المستهدفه في الـ7 قرى، وحتى كمان الـ4 مراكز الاخرين هناك مشاريع صرف صحي بتتم في تلك المراكز باذن الله لما هنيجي في المرحله الثانيه والثالثه هيتخدم عليها بمشيئه الله تعالى. يعني مثلا هضرب مثل بسيط،
مركز اسيوط، مركز اسيوط ما دخلش من في المرحله الاولى، مركز اسيوط باذن الله يخش في المراحل التاليه باذن الله تعالى. لكن احنا بنعمل وحده صرف صحي، معالجه صرف صحي موجوده في مركز اسيوط، قيمتها بنتكلم في 1.7 مليار جنيه، دي هتخدم على 14 قريه دول في شمال مركز اسيوط. ومحطه ثانيه اخرى، محطه معالجه موجوده في قريه شطب، دي بتخدم على 7 قرى في جنوب مركز اسيوط. فاذا بالتالي باذن الله لما مركز اسيوط هيخش المرحله الثانيه باذن الله او المراحل الثانيه، فاذا بالتالي هنلاقي القريه كلها او القرى كلها بتاعت مركز اسيوط مخدومه بالصرف الصحي. عشان كده يمكن انا نوهت لسيادتك ان المرحله الاولى والمرحله الثانيه كنت لازم انوه عليهم، لان هناك بعض القرى استفادت من المرحله الاولى والمرحله الثانيه، وباذن الله تعالى لما هتخش في التطوير خلاف ال7 مراكز هيستفيدوا منظومه الصرف الصحي كامله باذن الله. طبعا برضو لازم انوه برضو لحضرتك عشان موضوع الصرف الصحي ده موضوع مهم، فكان عندنا بعض مشاريع قوميه خاصه بالصرف الصحي كان بيخدم على مدن، مثلا مشروع صدفه والغنايم، وبرضو مشروع اخر كان بيخدم على مدينة الفتح ومدينة أبنوب ومدينة أسيوط الجديدة، وبرضو كان مشروع في مدينة منفلوط ومشروع في مدينة ديروت. الحمد لله تعالى دي مشاريع قومية الحمد لله كلها العام الحالي دخلت مرحلة التجريب التشغيلي، ودي هتخدم على المدن عندنا اللي أنا أذكرتها، ويعني بإذن الله تعالى يا رب نتجاوز كمان 90% من الصرف الصحي في المحافظه يا رب باذن الله تعالى. طب بمناسبه الصحه والصرف، انا ذكرت يمكن في مقدمتي بان اسيوط كانت يعني عاصمه الصحه والطب في الصعيد خلال السنوات الكثيره السابقه والعقود السابقه. يا ترى ضمن حياه كريمه ايه مجال الصحه بيشمل ايه من منشات وانشاءات في محافظه اسيوط؟ طيب في الاول هتكلم على اللي تم برضه في المرحله الاولى، احنا اذا ما قلت لحضرتك 27 وحدة صحية تم انشائها على في ال 11 مركز، ودي تم الانشاء بتشييد جديد، ده تجهيز جديد باذن الله تعالى، وفي نفس الوقت برضو تم رفع كفاءة بعض الوحدات. لكن باذن الله تعالى في التطوير اللي هو بيشمل ال7 مراكز هيبقى عندنا 136 وحدة صحية على المستوى ال7 مراكز، ال136 دول باذن الله تعالى دول اللي هيبقى النموذج باذن الله الخاص بالتامين، التامين الشامل باذن الله تعالى، نظام التامين الشامل باذن الله لما يخش في محافظتنا. ال136 دول هيشملوا اعمال تطوير، هيشمل اعمال رفع كفاءه، ومنها باذن الله تعالى 20 وحدة صحية دول هيبقوا إنشاء وتشييد جديد بالكامل. دي هتخدم على منظومة الصحة. برضو لازم أشير إن إحنا عندنا 4 مستشفيات مركزية، 4 مستشفيات مركزية في ساحل سليم، ويمكن حضرتك أنت عرضتها، في منفلوط، في ديروت، دول بيشيدوا حاليا، بيتم تشييدهم حاليا بالكامل. دي في المدن الرئيسية، وعندنا برضو مستشفى في مدينة أبنوب، دي برضو هيتم هدمها، دي خلاص أدخلت في التشييد بإذن الله تعالى الجديد، دي بإذن الله تعالى هيتم هدمها، بس احنا بندور على مكان، تم اختيار مكان علشان أهالينا برضو يتلقوا العلاج وكل ما الخاص بالصحة. وخلاص احنا تقريبا قربنا على الانتهاء بإذن الله من تشييده أو إعادة تجهيزه بإذن الله تعالى. مستشفى أبنوب بإذن الله داخلة من ضمن ال4 مستشفيات، إذا بنتكلم في 4 مستشفيات مركزية خلاف مستشفى أبو تيج اللي تم افتتاحها مؤخرا. دول ساعاتهم مش هتقل عن 1000 أكيد، الأربعة 1000 سرير على الأقل. لا إذا ما حضرتك أشرت كده، تقريبا أقل مستشفى يبقى بإذن الله تعالى بنتكلم في 300 بنتكلم في 100 فيما فوق، إنما التكلفة بتاعتهم أقل مستشفى أنت بتتكلم حضرتك في 350 مليون ثم حضرتك تحط كمان تجهيز زي كده بالظبط، فإذا بتتكلم في 700 مليون لكل مستشفى من دول. يعني الحمد لله المستشفيات المركزية هتخدم على أهالينا، ثم هناك برضو مستشفى مركزي آخر بإذن الله
باذن الله يعني هيبقى في مدينه الفتح بمشيئه الله، وهيبقى مستشفى داخل مستشفى، بمعنى ان يبقى في مستشفى خاص بالحوادث والاصابات، ويبقى في مستشفى مركزي داخل المستشفى باذن الله. قبل ما انتقل لتساؤلات الساده المواطنين، واحنا الحقيقه حطينا خبر على صفحتنا، صفحه اي تي سي على الفيسبوك، جات لنا مجموعه كبيره من التساؤلات، لكن في شيء لازم اشيد بيه واسال عن مصيره. حضرتك رعيت الفتره الماضيه في الكوم الاحمر في البداري مبادره لمجمع صناعات للرمان، تصنيع زراعي. احنا اللي الناس كلها بتسال عنه، طب بعد ما هنخلص البنيه التحتيه في الحياه كريمه، ما العمل في العمل؟ هنعمل ايه عشان الطاقه تشتغل؟ حضرتك اديت الحقيقه مثال مهم للتصنيع الزراعي، اللي انا اظن ان الصعيد كله، مصر كلها بحاجه اليه. ايه حكايه مجمع صناعه الرمان؟ طيب يعني برضو ادي نبذه بسيطه كده، احنا تقريبا تاني محافظه او يعني من اقدم المحافظات اولا في صحيح. زراعه الرمان صحيح، لكن حاليا احنا تاني محافظه في من حيث المساحه في زراعه الرمان. تقريبا احنا بنزرع 12,000 فدان محصول رمان، هو بيشكل الاهميه بالنسبه لاهالينا في البداري ومدينه ساحل سليم. يمكن عايز اقول الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم فخامة رئيس الجمهورية كان لي توجيه في هذا الموضوع، كلف محافظ أسيوط وبالدراسة، وتم العرض بالدراسة، وسيادته يعني ادى توجيهاته لجهات أخرى مشاركانة في هذا الموضوع. نعم. تقريبا الحمد لله تعالى هناك زي ما حضرتك أشرت كده في مدينة صناعية أو منطقة صناعية موجودة في الكوم الأحمر، يعني هي بإذن الله يتم تجهيزها أو ترفيقها قريبا بمشيئة الله، هتستغل بمشيئة الله تعالى في عمليات زراعة الرمان. يمكن احنا عملنا عدة اجتماعات مع مستثمرين، مع مزارعين حتى صغار الزراع في مجال الرمان، يمكن ناقشنا كل المشاكل بتاعتهم، وهم كانوا حاضرين بأفكارهم وطلباتهم، وتم العرض هذا الأفكار وهذه الطلبات. وبالفعل بإذن الله تعالى هيبقى في حاجتين، حاجة في الكوم الأحمر بإذن الله في البداري، وده حاجة تبقى كبيرة قوي قوي، وداخل معانا فيها بإذن الله يعني جهاز التعمير بمشيئة الله تعالى، وأهالينا هيبقوا موجودين، وإحنا يمكن طلبنا منهم بعض حاجات خاصة بالرابطة، خاصة بالتكوين، المزارع، معانا وزارة الزراعة في هذا الشأن. بإذن الله تعالى برضو في احنا عندنا مجمع، لازم أشير ان في مجمع للصناعات تم إنشاؤه في المنطقة الصناعية في عرب العوامر، والمجمع جاهز، واحنا تفقدناه الأسبوع اللي فات، طبعا كان في تفقدات عديدة لينا، انما الأسبوع اللي فات او الأسبوع اللي قبله كان معانا رئيس هيئة التنمية الصناعية، فتفقدناه، وبإذن الله يا رب بمشيئة الله في القريب العاجل المجمع ده هيفتتح بإذن الله تعالى. مجمع ضخم بيضم 272 عنبر بمساحات مختلفة، وهيبقى في جزء من هذا المجمع، بقول جزء من هذا المجمع مخصص للصناعات الغذائية، يمكن لأي مستثمر أو يمكن لأي حد عايز يستثمر فيه أو يعمل فيه نشاط خاص بصناعة الرمان، مفيش أي لكن، وده اللي احنا بنسميه المرحله العاجله، لكن الاساس والكوم الاحمر باذن الله، ان الكوم الاحمر احنا بنتكلم تقريبا هيبقى فيه 40,000 متر مربع يبقوا جاهزين بالمنطقه الصناعيه الموجوده هناك زي ما اشرت. طيب سيادة المحافظ، يعني فقرتنا الأخيرة ما في لقائنا مع حضرتك، احنا طرحنا يعني طلبنا من الناس تقول أسئلتها، انا هقرا لك على الاقل 3-4 نماذج سريعين وحضرتك يعني إجابة سريعة من الفقرة وشكل تنتهي. السؤال جايني من عدة مواطنين، بيقول لماذا لا يتم الموافقة على ازدواج طريق ديروت أسيوط الزراعي؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، ان بعض قرى مركز الأوصية لم يتم البدء في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بها. السؤال الثالث، انه بيسألوا عن ربط الجزيرة التابعة لنزلة باقور بكوبري، حيث يقطنها حوالي كسب كلامهم 3,000 أسرة، والجزيرة يحيط بها نهر النيل من كل الجهات. السؤال الرابع، حوالين مستشفى خاص أو يعني عيادة مستوصف الأهالي أنشأوه في البداري في ناحية النواوي بقرية اسمها جاو أو جاو، ويخلو من الأطباء. دول أربع نماذج احنا نقيناهم بسرعة كده، ولحقتك ولحضرتك طبعا التعليق عليهم. طب هبدأ بالأخيرة، مستشفى النواورة. مستشفى النواورة دي في مركز مدينة البداري، ويمكن أنا زرت المستشفى أكثر من مرة، عملنا قافلة طبية للمستشفى، وإحنا كنا موجودين مع أهلنا في المستشفى. يعني في تنسيق بإذن الله مع وكيل وزارة الصحة في أسيوط علشان يدعم المستشفى ببعض الأطباء،
وهذا الكلام حصل في المستشفى، لكن احنا طلبنا منه ان هو في مستشفى البداري، لكن طلبنا منه ان هو يعزز الاطباء في مستشفى النواورة تحديدا. عظيم. لان بعض سعادتك عارف مشكلة الدكاترة طبعًا والعجز طبعًا الموجود طبعًا، لكن بنحاول نرضي اهالينا كلنا، لكن عظيم ده هيستجاب باذن الله. بالنسبة لباقي بالنسبة لباقي الثلاث أسئلة، هم خلي بال حضرتك احنا بنشتغل من خلال الجلسات التشاورية مع أهالينا، من خلال الجلسات اللي بتتم اللي هم بيطلبوه احنا بننفذه. بال حضرتك بالنسبة لكباري او ما شابه من مشايات او حاجة زي كده بيتم التنفيذ فورا لعلم سيادتك، لان احنا زي ما قلت لحضرتك في الاول، قلت احنا عندنا بما يقارب 800 مشروع بننفذه في حياة كريمة. صحيح. مركز أبوتيج داخل من ضمن التطوير، كل ما في الامر بس ان احنا بننفذ على مراحل، يعني كل ما في الامر هتلاقي كل الحاجات دي كلها باذن الله هيستجاب ليها طالما بتحقق صالح اهالينا وبتحقق كمان الارتاحيه لديهم، واحنا تحت امرهم اهالينا واحنا تحت امرهم، ودي مبادره كريمه من فخامه رئيس الجمهوريه لاهالينا في محافظه اسيوط وباقي المحافظات الاخرى.